باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته، يعني أنه يعني ادخرها عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه قراءة في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله. باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. نعم، ترجمة الباب هنا ما معنى اختباء؟ اختباء يعني ادخار، يدخر، وليس الاختباء هنا من باب الاختفاء. الاختباء هنا ليس بمعنى الاختفاء، اختبى يعني خبأه وادخره النبي عليه الصلاة والسلام دعوة الشفاعة، لأن لكل نبي دعوة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ إن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اختباء النبي دعوة الشفاعة لأمته، إن الله إنه يدعو ويشفع لهذه الأمة في يوم القيامة. نعم. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبي دعوتي شفاعة، أدخرها يعني أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ولذلك مرة معنا يأتي عند العرش، طبعا في عرصات القيامة من آدم إلى عيسى، وكل يقول لست لها لست لها لست لها، ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد عند العرش ويحمد الله بمحامد يفتحه الله تبارك وتعالى عليه في ذلك الموقف، يقول ارفع رأسك سل تعطى. هذا وجه الدلالة، هي الدعوة هنا، واشفع تشفع. نعم. وهذا يدل على أولا من فوائد هذا الحديث أن لكل نبي دعوة. نوح إيش قال؟ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يدعوا إلا فاجرا كفر، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات عليكم السلام ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ها؟ إبراهيم دعوات كثيرة: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي ويمين يوم يقوم الحساب، إلى آخره. كل نبي من إذن هذا عليكم السلام. كل هنا من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، ونبي نكرة أضيفت فدلت أيضا على إيش؟ على العموم، فأضيفت فدلت على إيش؟ ولذلك عيسى: ولا تجعلني جبارا شقية، ويحيى: ولا تجعلني جبارا عصية، زكريا: ربي لا تذرني فردا. كل نبي كانت له دعوة، ترجعها في القرآن تجدها موجودة، له دعوة يعني له دعاء. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من فوائد هذا الحديث رحمته عليه الصلاة والسلام، فقال إن شاء الله، وهنا تقديم المشيئة للأعمال المستقبلة. الأعمال: لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. وإني عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل أيضا على تواضعه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومعرفة قدر ربي عز وجل. أن أختبي الناصب للفعل المضارع، يعني أن أدخر دعوتي يعني دعائي شفاعة لأمة، وهذا يدل على إيثاره صلى الله عليه وسلم، إيثاره صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا هذا فيه إثبات الشفاعة ردا على المعتزلة والجهمية وأضرابهم لأمتي. هنا المقصود هنا بالأمة تأتي بمعنيين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. هنا المقصود بأمة مين؟ أمة الإجابة، الذين أجابوا إلى التوحيد وماتوا إيه؟ وماتوا على ذلك. نعم، يوم القيامة. وهذا فيه إثبات للبعث والنشور ردا على الملحدين الذين ينكرون ذلك. نعم. حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نبي سأل سؤالا أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيبت. كما مر معنا من ذكر بعض أمثلتها. نعم. فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الله أعلم. الله أكبر. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم. أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين. نعم.